طلقها علشان نفسه يكون أب وعايز حتة عيل يملى عليه حياته، لكن هي حرمة من النعمة دي وفضلت شغلها ومستقبلها عليه. هي إيه الحكاية؟ أشهر قصة حب في السينما المصرية أعلنوا انفصالهم بشكل رسمي، وهنا الزاهد فاجأت متابعينها بستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بالإنستجرام، وأعلنت من خلاله انفصالها من الفنان أحمد فهمي، وقالت الحمد لله تم الانفصال بيني أنا وأحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير. طبعا الخبر ده انتشر بسرعة كبيرة جدا على السوشيال ميديا، بس الغريب بقى ان كل الناس كانت متوقعة خبر الانفصال ده، وده بسبب الشائعات اللي طالت الاتنين خلال الفترة الأخيرة. كان كل كام يوم ينتشر كلام بيقول ان احمد فهمي وهنا زاهد في بينهم مشاكل كتيرة جدا وشكلهم انفصلوا، ولكن والدة هنا الزاهد خرجت وردت على الكلام ده وقالت ان كل دي شائعات. وبعدها انتشر كلام جديد بيقول ان المشاكل بينهم كبرت جدا، وكل ده بسبب ان احمد فهمي عاوز يخلف وهنا رفض الفكرة دي تماما بسبب ان هي مشغولة الفترة دي في عملها وشغلها، بالاضافة كمان لانها بتستعد الفيلم الجديد مع الفنان هشام ماجد. الغريب بقى ان في ناس بتقول ان الطلاق ده حصل من فترة طويلة، ولكن الاتنين ما حبوش ان هما يعلنوا عن الطلاق ده بسبب ان هما كانوا مشاركين بعض في فيلم مستر اكس، والفيلم خلاص كان قرب يتعرض، واكيد خافوا انهم ينشروا خبر طلاقهم لان ده ممكن يأثر على ايرادات الفيلم، وعلشان كده فضلوا ان هما يخلوا الموضوع في السر بينهم، وظهروا مع بعض في العرض الخاص للفيلم وما كانش في اي حاجة بتدل ان في بينهم مشاكل. وفي ناس تانية بتقول ان السبب الحقيقي وراء الطلاق هو مشكلة عائلية حصلت بين هنا الزاهد وزوجة أخوه أحمد فهمي، واللي بيأكد الكلام ده إن ساعتها هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته عملوا أنفلوا البعض على الإنستجرام، ولكن بعدها كريم فهمي قرر إن هو يرد على كل الكلام ده ونزل ببوست على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك وقال إحنا رجعنا من برا مصر في العيد، لقينا في جروب تبع حد بيكتب كلام على مراتي كده. طول العمر مراتي ملهاش علاقة بالوسط الفني ولا بالمشاكل حتى، وحتى علاقتنا الأسرية كلها احترام من جميع الأطراف. مجانين السوشيال ميديا ومجانين شراء الفولورز دخلونا فيها، حسبي الله ونعم الوكيل، وأنا آسف إن برد بس أرجو محدش ليه دعوة بينا وخلينا في حالنا زي ما احنا طول عمرنا، وما تدخلوناش في مشاكل ملناش دعوة بيها، ونبقى كبش فدا مع احترامي للجميع، بس كفاية عبس. أنا ما كنتش ناوي أرد عشان عيب، بس كفاية كده. خلينا متفقين إن أحمد وهنا مش أول اتنين فنانين يتجوزوا ويتطلقوا بعدها بفترة، حصلت قبلهم كتير جداً والجمهور خلاص اتعود على القصة دي، بس يا ترى ايه السبب الحقيقي اللي ورا انفصالهم عن بعض؟ هل بسبب ان احمد نفسه يكون اب فعلا وهنا مش راضية زي ما هم بيقولوا، ولا بسبب المشاكل العائلية اللي بين هنا وبين كريم فهمي وزوجته؟ مستنيين اجاباتكم في الكومنتات، وما تنسوش تتابعونا على صفحة نجوم الفن.